كل ما الأسعار بتغلى احنا بنقول يا رب وبنشغل دماغنا، احنا مش حاجة أبدا ممكن توقفنا. النهاردة هنعمل مع بعض السمنة البلدي الفلاحي على أصولها، وكمان الزبدة الفلاحي اللي مش مغشوشة. هنعمل السمنة بالترميلة الجميلة بتاعتها دي، وكمان بريحة وطعم مميز جدا جدا. كل الحاجات دي هنعملها ازاي؟ هنعملها ببلاش، ما تستغربوش، هنعملها بمكون اساسي احنا بنستخدمه في بيوتنا. بس قبل ما نبتدي وصفتنا، بتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ نهيد فاروق، ويا ريت تدعموني بلايك للفيديو. المكون الاساسي اللي احنا هنعمل منه الزبده والسمنه بتاعتنا النهارده هو الحليب. انا استهلاكي مثلا في الاسبوع بيكون 3 كيلو حليب. انت لو استهلاك كيلو او 2 كيلو او اي كميه، بتجيبي كميه الحليب بتاعتك وتحطيها في حله وتغليها على النار، وبعدين بندخلها الثلاجه ونستنى عليها يومين. لانك لما بتستني يوم مثلا بتطلع قشطه مش كتيره، لكن لما تستني يومين بتطلع لك قشطه حلوه. كل ما نستنى على الحله في الثلاجه بتطلع كميه قشطه حلوه. بنشيل القشطه من على وش اللبن كده وبنجمعها في علبه، وبنفضل نجمع شويه شويه لغايه ما يبقى عندنا كميه حلوه من القشطه، ونبتدي نحولها لزبده وبعدين لسمنه. الطريقه الثانيه اللي بنجمع بيها القشطه، لو انتم من الناس اللي بتعمل الجبنه او الزبادي في البيت هتعملوه بالطريقه دي. هناخد الوش اللي فوق الجبنه، هحط لكم طبعا اللينك بتاع طريقه عمل الجبنه تحت الفيديو في صندوق الوصف، يعني هتضغطي على العنوان هتلاقي الطريقه في صندوق الوصف تحت الفيديو. بنشيل القشطه كده بكل سهوله، هي بتبقى مفصوله عن الجبنه يعني ما تقلقيش بتطلع معاكي بكل سهوله. القشطه دي زي ما اتفقنا احنا بنجمعها لغايه ما يكون عندنا كميه حلوه من القشطه، وبعدين نشتغل فيها. طبعا كل ما هتجيبي القشطه او الحليب من لبان حلو ومضمون وامين، يعني ما بيغشش اللبن، هيكون عندك كميه حلوه من القشطه. لكن لو اللبن مغشوش ومتزود ميه مش هيطلع معاكي كميه حلوه من القشطه. بجمع الكمية دي واحطها في علب وبحتفظ بيها في الفريزر مش في التلاجة، لغاية ما اجمع كمية حلوة علشان اشتغل بيها. بنجمعهم في علب او في اكياس، يعني انا كل ما اعمل كيلو مثلا بحط الوش القشطة بتاعته في كيس بلاستيك او في العلب دي. العلب دي لما نيجي نشتغل فيها ما ينفعش نشتغل فيها وهي سايحة، انا بنزل العلب من الفريزر في التلاجة مش في المطبخ، لانك لو حطيتيها في المطبخ هتبقى سايحة فهتغلبك علشان تفصل معاكي. بنزلهم من بالليل في التلاجة، ولما اجي اشتغل بتكون بالقوام اللي قدامكم ده بالظبط. بعد ما بخرج العلب دي من التلاجة علشان اشتغل فيها، بجيب بالطبق وبنزل كل القشطة دي في الطبق. طبعا لو عندك كمية اكبر من كده ممكن تقسميهم نصين علشان ما يبقوش تقال عليكي او يغلبوكي، لكن الكمية دي كانت كويسة بالنسبة لي. وزي ما اتفقنا كل ما هتجيبي اللبن من لبان كويس وامين هتطلع معاكي كمية حلوة من القشطة، يعني مش ضروري تجيبي 9 كيلو ولا 10 كيلو علشان تطلعي منهم كمية قشطة وبعدين في الاخر تقولي لي ما طلعوليش مثلا نص الكمية اللي انت عملتيها في الفيديو. الموضوع ده بيعتمد على امانة اللبان اللي هتجيبه منه. جربي اكتر من واحد، ولما واحد يظبط معاكي وتحس ان هو امين اتعاملي معاه على طول. كل الكمية بتاعت القشطة زي ما اتفقنا كده بنحطها في الطبق. وفي طريقتين علشان نفصل بيهم الزبدة، يا اما بايدك تدوري ايدك في الطبق كده علشان نفصل الزبدة عن المية اللي هي الحليب دي، يعني تدوري ايدك كده في الطبق، يا اما تستخدمي المضرب الكهربائي. هي ايدك هتاخد وقت شوية طبعا علشان تجمع الزبدة، لكن المضرب الكهربائي بيكون اسهل طبعا. دلوقتي انا هقولكم على كل المراحل اللي هنمر بيها. الاول، اول ما هتشتغلي بالمضرب هتحسي ان الخليط اللي قدامك اتحول لكريمة كده، او القوام بتاعه بقى ناعم. ما تقلقيش مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربائي، بصي هتبتدي تلاحظي ان هو ابتدى كده يخرز، يعني يعمل كور كده صغيرة وابتدت تتجمع معاكي الزبدة. لكن برضو احنا لسه بدري دلوقتي. الحاجة المهمة اللي عايزة اقولك عليها برضو عشان تسهلك الشغل، كل شوية تشيلي القشطة اللي على جدران الطبق وتدخليها في النص كده وهكذا،
سواء بالسباتولا او بالمضرب زي ما انا بعمل كده بالظبط، علشان تضربيهم بسرعه كده وكل الكميه تتضرب معاكي ويندمجوا صح، لان ممكن انت مثلا تشتغلي كويس في اللي في النص لكن اللي على الجدران يفضلوا زي ما هم. فخلي بالك من النقطه المهمه دي. شايفين التدرج في المراحل؟ انا طبعا عشان ما اطولش عليكم وازهقكم كنت بجيب لكم لقطه من كل مرحله. ابتدت بقى الميه تفصل معايا وتقطع، وابتدت تتكون معايا ملامح الزبده. ما تعلوش المضرب في البدايه، يعني خلوه واطي علشان ما تطلعش كده على الرخامه والدنيا كلها. بصوا بقى في اخر مرحله طالما طلعت معايا الميه وفصلت، بصوا امسكوا كده الزبده هتلاقوها جمعت معاكم واخدت شكل الزبده اللي احنا متعودين عليها كده. خلاص كل سنه وانت طيب، المضرب خلاص مهمتك انتهت. ببتدي بايدي كده اجمعهم واكورهم. الحليب اللي بيطلع لي ده اسمه القطع، اللي هو يعني خلاص كده قطع او فصل الحليب عن الزبده. بنبتدي دلوقتي نكور الكور بتاعه الزبده، وعايزه اقول لكم المرحله دي لما بوصل لها ببقى في قمه السعاده، حاسه ان انا عملت انجاز عظيم. شكل الزبده اصلا يعني لذيذ كده، بيحسسك بالخير. بنجيب طبق تاني وفي ميه ساقعه، يعني انا خدت ازازه ميه وحطيتها في الثلاجه حوالي ساعتين ثلاثه كده، ولما سقعت الميه حطيتها في الطبق. ليه انا باخد الكوره واحطها في الطبق؟ علشان تنضف لي الزبده من الحليب اللي فيها وتخليها تمسك نفسها كده. عارفين انتوا الزبدة طبعا بتبقى يعني زي السمنة كده دهون، فلما تتحط في المية الساقعة بتمسك نفسها، تبقاش مفرولة. وكده كده هي مش مفرولة يعني، بس زيادة امان كمان علشان تخلصني من كمية الحليب الزيادة اللي هي برة دي، فلما اجي اغليها ما تطلعليش ريم كتير. هنكور كل الكور كده، يعني كمية القشطة دي عملت لي كمية حلوة قوي من الزبدة. دلوقتي هتشوفوا الكمية اللي انا عملتها، كل الكور اللي احنا بنكورها دي اللي هي الزبدة يعني بننزلها زي ما اتفقنا في المية الساقعة دي. بصوا بقى الجمال، انا بجمعها في ايدي كده وبضغط عليها ضغطة خفيفة، يعني مش محتاجة عضلات ولا حاجة على فكرة. يعني الشغل ده كله سهل جدا جدا جدا، وتقدري تعملي بايدك كمان من غير المضرب، لكن بايدك يعني انا ما انصحكيش طبعا تعملي بايدك لانك ممكن تتعبي او تاخد معاكي وقت زيادة. فاحنا طبعا ما عندناش وقت نضيعه ولا اي حاجة، علشان كده احنا عملناه بالمضرب الكهربائي، او لو عندك على الجنب برضو ينفع تضربي فيه الزبدة. بنطلع كل الكمية. بصوا بقى الكمية الحلوة اللي طلعت لي، دول اخر كورتين. على فكرة الكور دي حجمها كبير، هي بس مش باينة في التصوير. بصوا بقى الكمية، اللبن اللي طلع لي من القطع ده اسمه لبن القطع، يعني ده اوعوا ترموه، ده فيه كل البهاريز، ده فيه الخلاصة اصلا، ده ممكن تعجنوا بيه معجنات، فطاير، اي حاجة، قرص طرية ممكن نستخدمه نغليه ونحطه للمش، يعني استخداماته كتيرة. المهم اوعوا ترموه، طبعا ده مفيد جدا جدا. شايفين الجمال؟ بصوا متماسكة بقى وعاملة ازاي. انا ما استنيتش ولا حاجة، هو الفيديو كله كده ورا بعضه، يعني انا ما استنيتش عليها، هي متماسكة اصلا يعني ما تقلقوش. بنجيب حلة، وانا بصراحة يعني انصحكم ما تعملوش الزبدة او السمنة في الحلة الاستانلس او الالومنيوم، انا عن نفسي ما بحبش استخدمهم في الزبدة او السمنة، لكن الجرانيت بيبقى حلو قوي معايا. دول كمية الزبدة اللي طلعت معايا، دول حوالي 2 كيلو من الزبدة. لو انتوا حابين تستخدموا الزبدة الفلاحي بالشكل ده تحتفظوا بالزبدة بالشكل ده في التلاجة في علب طبعا، لكن لو انتوا هتعملوا زيي وهتسيحوها وتعملوها سمنة بلدي هناخدها على النار. وخلوا بالكم من نقطة مهمة جدا جدا، وحطوا تحت جدا جدا، دي مليون خط، يعني دي مهمة واساس نجاح السمنة البلدي بتاعتنا النهاردة. لازم تشتغلوا كل المراحل على نار واطية، يعني عين البوتاجاز انا مخليها على اوطى حاجه شمعه كده، ومش هتشيلي ايدك من التقليب، كل المراحل ايدك مش هتطلع من الحله على طول كده، هنشتغل تقليب وما تقلقيش ما بتاخدش وقت خالص، صدقيني ما تقلقيش. بصوا بقى بعد مساحه الكور بتاعه الزبده بنبتدي نلاحظ كده ان في يعني حاجة كده نقط بيضة، دي اللي هتتجمع في النهاية وهتبقى المرتة. ابتدت بقى الملامح تتضح والصورة تتضح قدامنا، والسمنة خلاص اهي بقت باينة. تمام كده، احنا كده ماشيين صح. خلوا بالكم برضو من نقطة، دلوقتي احنا هنضيف نص ملعقة ملح.
للكميه اللي انا عاملاها دي. انا ما بكترش الملح لاني ممكن استخدمه في البسكوتات او الحلويات او طبعا البسبوسه او اي حاجه حلوه، فما تكتروش الملح. النقطه اللي انا كنت عايزه اقول لكم خلوا بالكم منها، ان احنا كل شويه بالاسباتيولا بننضف جدران الحله علشان برضو ما تتجمعش المرتع عليها ولونها يتغير. بصوا بقى السمنه صافيه ازاي، كل شويه هتبتدي تتجمع اهي زي ما انتم شايفين بتتجمع شويه شويه. المرتع الاول بيبقى لونها فاتح، واوعوا تستكفوا في المرحله دي وتقولوا خلاص احنا جمعنا السمنه كفايه كده، لا، الفيصل ان لازم المرتع يبقى لونها ذهبي، وما تستنوش لما المرتع لونها يتغير او يغمق. لو غمقت السمنه هيبقى طعمها مش حلو، وكمان هتبقى مده صلاحيتها قليله، فخلوا بالكم المرتع لازم تكون باللون ده. الريم اللي فوق ده هو اللي انا كنت بحكي عنه، احنا غسلنا الزبده علشان ما يبقاش عندنا كميه كبيره من الريم اللي فوق ده. انا جبت برطمان وغسلته كويس ونظفته طبعا، ولازم يكون ناشف ما فيهوش اي ميه. وبعدين ببتدي اخد السمنه، لو انت المرتع عندك فصل عن السمنه زي عندي كده بتستخدمي الملعقه وتحطيها في البرطمان، لكن لو المرتع عندك طالعه شويه كده او مختلطه بالسمن يبقى تصفيها بمصفه تكون عيونها ضيقه علشان ما تنزلش المرتع مع السمنه. انا السمنه عندي كانت مفصوله عن المرتع الحمد لله، فما كانش عندي اي مشاكل. المرتة الطريه اللي بتتاكل، المرتة اللي بتكون من وش اللبن اللي احنا بناخده من وش القشطه، سوري، اللي احنا بناخدها من على الجبنه، بتبقى المرتة بتاعتها طريه. لكن المرتة بتاعت الحليب القشطه اللي احنا بناخدها من وش الحليب بتكون المرتة بتاعتها ناشفه شويه. المهم احنا عملنا برطمان كبير، البرطمان ده حوالي كيلو، وبعدين كمان برطمان صغير، البرطمان ده تقريبا يعني يا 400 جرام يا 500 جرام تقريبا، يعني مش بالظبط. فشايفين يعني الكمية عملت ازاي. الزبدة طبعا زي ما قلت لكم كانت 2 كيلو، لان الزبدة لما بنسيحها ونعملها سمنة بيطلع منها طبعا كمية من المية بتتبخر، فهي بتفقد برضو كمية من الوزن. المرتة اللي بتطلع دي زي ما قلت لكم دي مش هنرميها، دي يا اما تضربيها بشوية حليب في الخلاط وتتاكل، او تتاكل مع بيض على كده، او ممكن نجمعها. انا هجمعها عن نفسي وهعمل معاكم فيديو قريب، هيكون مفاجأة حلوة قوي ليكم ومفيد جدا جدا ليكم، خليكم بس منتظرين ومتابعين الفيديوهات اللي جاية. بصوا بقى السمنة شكلها ايه، شكلها اللون المخضر الجميل ده اللي هو الصافي النقي، مش السمنه اللي هي لونها غامق. وده بيرجع لان احنا ما حرقناش المرتة، زي ما قلت لكم على طول ايدك في الحله تقلبي على طول على طول مش هتتحرق معاكي، كمان لازم البوتاجاز يكون واطي مش هتتحرق معاكي ما تقلقيش. امشوا على الخطوات بالمظبوط هتطلعوا نتيجه فوق الممتازه. انا حطيت السمنه في الثلاجه ساعه كده علشان اوري لكم شكلها بعد ما بتجمد، تحفة تحفة تحفة. بصوا انا مهما وصفت لكم في جمال الريحة والله العظيم والله مفيش اجمل ولا اطعم من الحاجة اللي انت بتعمليها بايدك في البيت، كفاية انك بتحسي بالفخر كده، بتحسي بالانجاز، بتحسي انك شاطرة وبتعملي حاجة حلوة في البيت. الايد اللي دايما بتشتغل في البيت بتبقى ايد كلها خير وبركة على فكرة، ما تكسلوش ارجوكم اعملوا الطريقة دي، والله هتشكروني جدا جدا عليها. انا بحبكم علشان كده انا بحب ان انتوا تشاركوني في الوصفات اللي انا بعملها في بيتي. بصوا بقى الترميلة والجمال والريحة حاجة كده فوق فوق الروعة. ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، اللايك ده بيشجعني كتير علشان استمر معاكم في وصفاتنا، واتمنى من كل قلبي بجد اكون بفيدكم بالوصفات اللي بقدمها لكم. احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، بشكركم من كل قلبي على كل الكلام الجميل اللي بتكتبولي في الكومنتات.